هو شايف سليم؟ نعم. هيا السمك بتاعك اللي تبغى. نعم بتاعك. هذا الباب يا حميد، الباب دي محمد بن سلمان. سجل عندك الدفتر محمد بن سلمان. هذا حاملنا مسؤول يعقوب بن سلمان. نعم محمد بن سلمان. هذا هو محمد بن سلمان. محمد بن سلمان. هاي كم عليه؟ كم عليه؟ 20 بيسه. 20 20 بيسه. 26 بيسه. 26 بيسه. 30 بيسه. فرش 31 بيسه. 32 بيسه. 40 بيسه. 40 بيسه. هلا حد يجي؟ 40 بيسه. ابوي ما حد نظر. هاي هم التوصيل. هاي جنب محله كيف عاد؟ قفتي وقفتي. نعم 40 بيسه. هلا قفتي عندك دفتر. وقف. ناصر تشارك. هلا حي يعقوب. نادي يعقوب يسالم. هاي يعقوب بابا انت. ها يعقوب يسالم. يلا خلينا نشوف. 31 31 36 بيسه. 36 بيسه. 40 بيسه. 40 بيسه. وي ما عدنا صيد. انت ما عدنا صيد. هلا هو تحلي احنا. ربيع يا ابوي. بيع وقفني. نعم. اشتريت السمك؟ نعم. اوش يا سعيد؟ نعم. السمك خلصه؟ خلص. اشتريناه؟ نعم. شيء سمك غير شيء؟ ما حد الحاضر ماشي. ماشي حد الحاضر. هلا اخوي اطرح يا ابوي اطرح. ونحن قاعد نتغدى فهم اليوم؟ انتوا يا تغدوا تغدوا بماله حطوا بماله. لا حول الله. اقول شيخ سعيد. نعم. ابغاك تشوف اللي حمار اشي اشي سعيد. حمار ها؟ اي. يا جور يا جور صاحبها. ها؟ يا جور صاحبها. شوفوا شوفوا لي. جايب عيد. من جاي؟ جايب عيد بعدين قال جايب سمي شايب عيد. هو شايب عيد جاي؟ اهلا وسهلا. السلام عليكم يا جماعه. وعليكم السلام شايب عيد. وصلتي؟ ها جماعة بعدكم ما بدأت المنادى؟ أبوي المنادى عاد وخلصه. خلصت؟ إيه خلصت؟ خلصت؟ أقول إذا كان باغي تبيع سمكك فأنا حاضر ومستعد وأعطيك فوق البيسة بيستين مو قلت. بس أنت يا ولدي يا حمود حال موت تشتري السمك كله؟ الناس هذول الناس وين بيشترون؟ وأنا مو خصني في الناس يا بعيد. مالي ومال الناس أنا؟ أنا عالية من نفسي. مو خصك أنت. وأنتو؟ أنتو بالسهولة بعتوا سمككم على حمود؟ ما فكرتوا في الناس؟ ما فكرت في القماميط اللي قاعدين هني؟ ده شايف عيد نحن بعنا سمكنا حصلنا فيه زيادة قيمة. تبغى تبيع سمكك؟ كم رايك ما تبغى تبيع سمكك؟ هاي كلام ايش صدقه؟ تبغى تبيع السمك اهلا وسهلا. لا حول الله لا حول الله. انتم عارفين ليش حمود اشترى السمك؟ عارفين ليش؟ انا اقول لك ليش شايف عيد اشتريت السمك ده كله؟ اشتريته علشان اعلقه زينة قدام باب بيتنا ولا نعقه في البحر. فهمتني؟ ما خصك انت؟ تبغى تبيع سمكك اهلا وسهلا. ما تبغى تفضل. انت حمود؟ نعم انا حمودي. انت حمود ود ناصر بن سالم الرجال الطيب اللي كل الناس تعرفه حبه للناس. انت حمود؟ حرام عليك يا ولد، حرام عليك تسوي السمك كله، حرام عليك حرام. اوه شايب عيد ابوي ذاك زمان ذاك، وتو احنا في زمن ثاني، زمن الغوازي والقروش. فهمتني؟ صحيح كلامك، احنا في زمن القروش. اي نعم. اسمع مني اسمع، هتبيع سمكك وهو مو عندك؟ انا ابيع سمكي عليك انت؟ انا لو اموت من الجوع ما ابيع ولا سمكي عليك انت، ولو اموت من الجوع. اقف ترى انت الخسران، يعني ما خسران شيء. انا كده اتمنى لك الخير. انا الخسران ها؟ اي نعم انا الخسران. انت خسران؟ فعائلك هذه يا حمود انا عارف كيف اردها، اعرف كيف اردها. انا بصير اخبر اخوك سالم الحين، وسالم هو اللي يعرف شغله معاك. انا ساير، انا ساير يا حمود، ساير يا حمود ساير، وبتشوف كيف ساير يا حمود ساير. ماشي قن شايب عيد قن. واقف معك الخير. فهموني زينه شايب ناصر. انا سويت شيء غلط؟ هيا اشتريت سمككم هذا بالقوه؟ هيا عقب مو تقول تشتري. زين المعلم، ما قلت لي مو اخبار العريش خلص ولا؟ فعلا خلص ولد الحلال. ثاني وجالس يمانيني من يوم حيو، كنت جالس اطلب، ما كني باغي العريش اعلم فيه اولاد الحاره. اي بس يا المعلم، لو بنت الله يهديك تاخذ غوازي من الصغيرين، هذا غير الخميسيه وغير بوي ختم القران. مو بو ياخذه منهم، مو بو ياخذه، اصلا ما يكفي حتى حل حصير بيقلتوا عليه. تفضل معلم تفضل. هذيك اليوم يوم اجي اطلبك فيه، قول مو تبغى تقوله، من بونك انت ما قاعد تطلع احسن من صاحبك ثانوي. انت مالك المعلم؟ ليه مره زعلت؟ مره زعلت انت؟ جلس 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 انا بفهمك. جلس انت بفهمني بعدك؟ ما فاهم. انا قصدي يا المعلم، قصدي ان ثانوي قصدي ثاني مشاغله واجده وما فاضي يجلس لك انت والعريش. عقب حلمو مغلى عمرك كبير الحاره. ها حلمو لا اله الا الله. انك 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 سالم. سالم من؟
هذا كنا الشايب عيد. هي هو هو. ها السلام عليكم. عليكم السلام. محبوب هم يا اخي سالم هم بتلاقي بعد بتلاقي في هذيك المزرعه الغبره. خير ان شاء الله مو هناك شايب عيد كلمه. من هين بي الخير يا معلم؟ من هين بي الخير؟ وحمود هناك يسوي فعاله في سوق السمك. اكيد فول راس حد. كان اهون كان اهون لو فاي راس حد قاتل حد احسن اهون اهون. لكن اشترى من الصيادين سمكهم كله. لا حول ولا قوة الا بالله. اليوم اكيد ما قاعد حصل سمكين لعباس. زين يا ناس الله انت ما تقول ان الوليد مشتري السمك من الناس مو في هذي. ادافع عنه صح ودختك صح هي بتدافع عنه. لكن احسن لي انا اشوف سالم. خلاص رخصتكم. يا شاب عيد حقي بسوي وياك على حرجي. هل بتصير انت لو ما بتودي القهوة؟ يوم بقي بخبرك انزين. لا اله الا الله. تو يا ناس الله الوليد ومشتري السمك مو في هذي مو فيها يا المعلم حميد مو فيها. الله اعلم يا سالمين. لكن بعدني انا ما مطمن بيني وبينك. زوينه ابوي ما شفتي محبوب جاي وجايب معاه سمك؟ لا ابعد علي انت وما شفته. يا ربي يا ذا الوليد اسمي ما مال اماره عاد الى انت وما جاي طرشت لنا بنتي يجيب لي سمك سهوة يكون ملحة. نعم عمتي مو ابوي انا كنت باغي اقول. مو باغي تقولي زوينه حمود ماله؟ اقول نخليه يشتغل عند ثانوي. زوينو انتي تقولي ذا الكلام؟ زين يعني ايش فيها لو اشتغل عند ثانوي؟ على الاقل يساعد اخوه. فيها واجد لله فيها واجد. ابوي اذا كيف ضحك عليش بكلمتين وعاد انتي صدقتيه. انزين يعني لو اشتغل مو قام يتسوي؟ والله ذاك الوقت لا انا امه ولا هو والدي. الكلام اللي قلت لك اياه ايش قلت؟ فكرتي؟ حمود افكر جالس اللي افكر وافكر فكك مو. اسمع مني زينب انت ما عليك الا انك تجيب لي السمك وانا مستعد اشتري منك ومضمون 100% وافودك فيه لو بعدني. ها مو خلاص اليوم؟ ابوي من يوم وساير صير خذ لك مالح. مالح؟ والسمك؟ السمك اسال عن الحساد. ايش قصدك من كلمه حساد؟ تقصد مين بالكلمة هذه؟ قولي. ومو بتسوي ما يكفيك قاطع علينا رزقنا ما يكفيك ايش جايب منك هنا بعد؟ لو انت ترفع لسانك علي انا انت ترفع لسانك علي انا ها ترفع يدك على الناس يا خسارة يا خسارة. فضحتنا وفضحت ابوك. نزل دينك ما يخصك. ما يخصني تقطع رزق الناس وتقولي مو خسري؟ ها؟ بس خبرني من اعطاك الغواسي؟ خبرني من اعطاك فلوس؟ تو قاعد تسالني وتقولي من اعطاك فلوس؟ ما انتوا اللي قلتوا لي شريك اشتغل؟ هذا انا اشتغلت واشتغلت شريك وشريك من؟ اكبر تاجر في هذا البلد. فهم اذا ما كنت فاهم. يعني ثانوي؟ ثانوي؟ ثانوي ضحك عليك؟ هذاك اللعين ضحك عليك؟ رجل ما قدر على سالم قص على اخو صغير كلاك. ابوي اسمعني زين. اي انا ما حد يقص علي. انا اللي سويته اكبر واحد فيكم سواه. فهموا بس يا ولدي يا حمود كان المفروض تاخذ شور اخوك سالم قبل لا تصرف اي تصرف. اشاور سالمي اذا اشاور اخوي سالم ويقول لي موافق ما موافق عقب قديناها قش طبق. فهمني يا ابوي زين. ايه فهمني زين. الايام هذه ايام غوازي ايام ربابي ايام قروش. فهمتني؟ ما ذيك الأرض اللي قبل قاس عليها؟ تعتب تعتب خلوني أعتبه. اهتدي بالله اهتدي بالله. الأرض اللي تقول عنها غبرة أرض الأجداد أرض الأب. الأرض هذيك اللي تقول عنها غبرة خلتك رجال. هذيك الأرض خلوني يا رجال. هذيك الأرض اشتقى فيها الوالد
وتعب عشان اخليك رجال انت، لكن من ما عليك اذا انا ما حتبتك الزمن بيحتبك. بنشوف يا سالم، بنشوف بنشوف الزمن يأدب من فين. ابوي هذا الكلام الفاضي انا ما ابغى انا اسمعه، انا سايق مع شريكي ونتقاسم الفايده، وانت خليك مع عرضك الغبره. امان الله، خلوني. استهدي بالله، استهدي بالله، استهدي بالله يا ولدي يا سالم، استهدي بالله، خلوني. استهدي بالله يا ولدي، استهدي بالله، باكر بيك وبيعتذر لك بنفسه، استهدي بالله انت بس. ما اظني، ما اظني الرصاصه يوم تطلع من التفق ترجع. اي نعم، اني ما اظني. يلا سويت ذاهب، واكتب عندك 40 ربية. 40 ربية مالمو انت اكتب. هين هنا عشان اكتب. جايات مع حمود؟ جايات. وانت متأكد ان هذا حمود بيجيب لك 40 ربية؟ وكان ما اكثر بعد. زين، واذا ما جاب شيء؟ انا اعرف من انقي. ايه وين عمودي؟ داخل. وزوينه، وزوينه. شوفي يا بنتي من هناك عند الباب. انا ما عزة، انا من محبوب. مرحبا ابوي، مرحبا، تفضل. تمام ان شاء الله جبت وصيتك عليه. مو اليوم، مستوي حشره في السوق. حشره؟ حشره؟ بسم الله، قول مو مستوي هناك. ماشي سمك. ماشي سمك؟ ليش ماشي سمك؟ لا انه اليوم البحر هايل، ولا انه في ريح يا ولدي. قول انك واصلت السوق وانشغلت، حالو بعد قال استراوق. سمعوا، انا ابو عرفت خبرتكم عنه، خلاص مروح عنكم. تعال تعال هاني مروح. انا حاسه انك باقي تقول شيء لكنك ما قادر. لا لا ما في شيء، سالم يوم بيجي هو بيفهمكم. عبدي خلي يصير، هذا ما عنده سالفه يقولها. لا لا لا، كيف يصير؟ سمعنا بهذه. أنا حاسة إن قلبي يقول فيه شيء مستوي ولازم أعرفه. سالم ولدي مستوي له شيء؟ لا، حمود. ها؟ حمود؟ ماله؟ حمود ولدي؟ إيه حمود ولديش، اشترى سمك بالصيادين كله وباعه على السفافير حتى يكون يودوه بلاد ثانية. باعه؟ يعني اليوم الأوادم تم بدون إحنا. وخسارتك، وخسارتك يا ولد ناصر بن سالم، وخسارتك. هذا اللي سواه ولد اختك لا يرضاه الله ولا رسوله، هذه ما فعلت مسلم. تبى الصراحه، الوليد اشترى وباع، والتجاره شطاره. لا، هاي ما تسمى تجاره، هاي تسمى عياره. انا وحدي ما اشوف ان فيها شيء. كيف ما فيها شيء؟ الناس مو ياكلوا؟ لازم ياكلوا سمك، ياكلوا لحم، ياكلوا دقاق. بعدين بيني وبينك الناس كلهم استفادوا من ورا حمود. نعم، ها وتسويلم، ها حيث ان اليوم حصل له ربيتين جاء عندي واستفدت انا من عنده. نعم، وناس واقفين استفادوا. اذا المساله تنحسب بهذه الطريقه، عجب انت كنت خسران لما كانت الناس كلها تاكل سمك. يا ولد الحلال، يا ولد الحلال، انا ما قصدي كذا، قصدي ان الناس كلهم استفادوا من وراه. ايه ساير، تعال اشرب قهوه. لا اله الا الله، انت تشرب قهوه وامو حبو زعلت. لكن تعرف حمودوه وحده لا يمكن يعمل هذا اللي سواه، اكيد ورا حد. انت من هين جاي؟ ما تشوف ماشي احد في القهوه؟ بس انا صرت بيت سالم. ها؟ صرت بيت سالم؟ عند تقول قلت شيء هناك؟ بس انا تكلمت شويه عند عزه خبرتها. خبرتها؟ يا زبليسك عاد عزه واستعلمت. سر اسمك عليك، سر. لا
إله إلا الله، تو هذي عاد مو يقبض هذي. عمتي يا عمتي تعالي تغدي، حرام عليش أكون تسوي في عمرش. ما هو ما تعالي كلي، لقيت ترى بيبرد، تعالي وانت تعرفيني ما أقدر أكل وانت ما بجنبي، تعالي اللقمة ترى ما تسحلي. كل يا أبوي كل عليك بالعافية، وكيف تبغاني أنا أكل؟ كيف تبغاني بعد اللي سواه أخوك حمود؟ حمود؟ وانت هو حمود؟ من خبركم؟ قلت الحلال محبوب جا خبر أمك، ومن ذيك الساعة هي اللي على ذي الحال. محبوب؟ احنا يوم قالوا عنا نذهب يعني تفكر يوم ما بيخبرني محبوب يعني خلاص ما بستعلم. أبوي ماشي هذه الأيام ينضم بستخبر من الناس، الناس اللي كانوا يدعوا علينا بالخير الحين عاد لعناتهم تداور على البيت، تحرص حمود متى يجي حتى تصيبه. عمتي حرام عليش يدعي علي، هذا ولدش. بعدين يا ناس هو مو سوى، سوى اللي ما سوى الغريب أهل الدار. خايفة خايفة يا سالم، هذا البداية، وخايفة من اللي جاي. خايفة يا رب. يا عم يا عمتي اللي جاي خير وفلوس غوازي اللي جاي. لا تفرحي باللي جاي، لا تفرحي باللي جاي المجنونة انتي. حبونا حبونا اللي ينبني على الغش والخداع والنفاق ما ينقض ولا يفرخ ولا يطرح البركة. شوف الزمن كيف تغير، من قال ان هذا البدن في يوم يكون متبطح على الرمل؟ لا صاحبه قادر يطرح البحر ولا هو قادر يرد عن نفسه سواهي بالشمس. مثلك انت يا سالم، مثلك انت. سالم سالم، انت في الارض ولا في زوينة؟ زوينة زوينة بنت العم. يا أخي يا أخي، حتى عنتر لما حب عبلة حارب من أجلها، وحتى قيس أشهر حبه بالشعر. إلا أنا مقيد بالواجب، أكبر نفسي إني ما أفكر فيها وأقول إن مخطوب لأخوي، لكن ما أقدر أتجاهل الأشياء الحلوة اللي تذكرني فيها موج البحر والنخيل وبراءة الأطفال. من يخلق الواجب؟ الواجب ما يخلق نفسه، ما في شيء يخلق نفسه. أنا وأنت والآخرين نحن اللي نصنع الواقع، والواقع اللي صنعه إنسان ممكن يكسره إنسان ثاني، وكل واحد منا له خط في الحياة ما يغيره حتى لو بالواجب. هذا كلام كبير، كبير على قريتنا الصغيرة هذه، كبير علي أنا بنفسي. تحرك تحرك يا رجال تحرك، وانت بتشوف نفسك كبرت، وبيكون الواجب مرسوم بقرارك وبعملك وبتحركك. وما ظن زوينة بتردك. حتى لو ما ردتني كيف عيشها؟ كيف عيشها؟ وهذه الأرض لا أنا قادر أزرعها ولا هي راضية تخبرني بسرها، وبتقول ودرها. لكن إيش بيكون حال والدة وهي شايفة صورة أبوي فيه؟ أحياناً أصدق كلام الناس وأقول أبوي مات ما يرجع. وهذه هي الحقيقة، أبوك مات، وكل الأخبار اللي جات تتأكد بأن البوم غرق وما حد نجا. لكن عيون أمي تقول غير، كل يوم عيونها مرزوزة على الباب تنتظر رجوعه فأي لحظة. أنت وحدك تقدر تقصر طول انتظارها، لكنك ما تبغى تعرف أن حمود أخوك أحسن منك. جمعة انت تقول هذا الكلام؟ اي نعم، حمود احسن منك، على الاقل هو اختار. ما قاصر تقول اشتغل انت ثانوي ما كذا؟ ومن قال كذا؟ هذا البحر قدامك، اشتغل كد، هز الصورة قدام عيون امك، خليها تعرف ان الصورة ممكن تهتز تتغير تتبدل اذا نحن غيرنا نظرتنا لها. من هنا جبهوري ها؟ نص البحارة مدينين مع ثانوي، تبغاني أنا أدين بعد؟ ليش تروح بعيد؟ هذا الشاي بعيد قدامك، رجال كبر على مصارعة البحر، خذ هوري وساعده، واللي يرزقكم الله تقاسمه. ها
اشوف ربيعك ما جاء. من ربعتي؟ ما حيد عندي ربيع. احيد ربعتي هالغوازي هذه. لا اقصد حمود. حمود ربيعي؟ من متى حمود استوى ربيعي؟ حمود اشكاري مثلك مثله، فهمت؟ والله انا خايف يضرب الفلوس ويروح. ما غوازي انا اللي روحت. ايه وليش ما تقول انه باغي يسوي فيك مثل ما سويتها في ابوه؟ ايه سر يا مخسر سر، ما قاصر لده بعد. هذا الرجال وصل وصل نقسم الفايت نصفين. اه مثاني بس اكبر بخير. اه بشر بشر، بالتنور ولا في الجنور؟ لو بعد له تفضل. كذاك ابغاك عدهن عمي عدهن. ايه عدهن؟ ما يحتاج يا ولدي عدهن، انا واثق منك واثق. اقول نعم 45 ربية من غير بوتتني اياهم قبل. اي نعم شفت سجل تو عندك 45 بدل 40. سجل ايه؟ 45 بدل 40. اي اقول عمي ثاني. نعم انا استاذن. زين ولدي روح وداعة الله سير. ناسي البيت اتغدى. زين تبغى حد يوصلك ولا شيء؟ سير. قصدي اقول سايرة البيت. اه هلكتني. بسير بسير حتقابض النبح. سير. عمي ثاني قصدي اقول انه اتفقنا شيء احنا ان الفايدة مناصفة. تبقيني. اي صحيح اتفقنا ان الفايدة مناصفة. اي نعم. ترى انا قلت يعني مناصفة ان النص الغوازي في جيبي والنص الثاني في الصندوق. هاي مناصفة. هاي مناصفة صحيح. يعني عمي ثاني انا ما لي شيء؟ لا لك شيء يا ولدي. مالك شيء؟ مالك شيء يا ولدي. خذ انا هاي روزيتك وباكر ان شاء الله بتحصل اكثر. ايه حياك الله. توكل عد ناصر توكل. ايه انت ام العمر رأيت جمالك سكنت هواءك شربت حنانك وانت لي الامان. انت لي الامان بلا عين ارى سلامك انهر وجدتك داخلي رأيتك يا عمان. رأيتك يا عمان وطني وطني النخاع